خلال وجود احد الرعاة اللي موجودين في المعرض وهو الاستاذ او الشريك الاعلاني اللي موجود في سبورتكس وهو الاستاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع عائله كره دوت كوم. استاذ كريم ازي حضرتك؟ يا عمر مساء الخير، مساء الخير جميع مشاهدي التواصل بتاعك. عامل ايه؟ كله تمام، وحشني جدا. وانت كمان وحشني جدا جدا يا عمر، وبالتوفيق دايما. ربنا يخليك يا كريم. عايز اعرف منك بقى، يعني عايزين نتكلم على سبورتكس شويه وتعرف الجمهور ويعني نعرف منك كل حاجه جديده وخاصه بالمؤتمر وكمان خاصه بالمعرض اللي هيكون يوم 17 ل 19 ابريل ان شاء الله. وطبعا معرض سبورتكس يعني معرض بيهتم بكل ما هو خاص بالادوات الرياضيه والحاجات الرياضيه كلها والمنتجات الرياضيه. وطبعا احنا عارف يلا كوره دايما بيبقى يعني صح، بنسعى دايما ان احنا نبقى موجودين في مثل هذه التجمعات والتظاهرات. طبعا لاول مره طبعا لما عرفنا ان النادي الاهلي نازل كشريك في المؤتمر، فده طبعا ده يعني ادانا احنا رغبه اكبر ان احنا نبقى موجودين. احنا بنهتم جدا جدا نبقى موجودين مع النادي الاهلي في اي تظاهره، بالظبط زي ما حصل حتى في بطوله الفولي بول، وكان يلا كوره الحمد لله موجود مع النادي الاهلي، والحمد لله في الاخر البطوله تكللت فوز النادي الاهلي بالبطوله. فطبعا احنا كنا حابين ان احنا نبقى برضه موجودين في سبورتكس، عشان سبورتكس برضه بتعمل حاجات كتيره للشباب ومعرض في منتجات كتيره ممكن الشباب يبقوا مهتمين بيها خلال المعرض. وفي الاهم من ده كمان يا عمر، النقطه فعلا بصراحه اللي احنا حبيناها جدا 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 في يلا الكوره، ان احنا لما عرفنا من الناس الكوره في المعرض والبروفيجن هم هيدخلوا الاي سبورتس او هيعملوا بطولات اي سبورتس خلال المعرض عشان خاطر الشباب. بنتكلم الالعاب الالكترونيه النهارده طبعا هو مجال جديد بيتفتح في الشرق الاوسط، واعتقد يعني دول الخليج لحد ما مظبوط تقونا شويه في هذا المجال. بس احنا يعني الحمد لله بنحاول نحط رجلينا على اول خط. طبعا امبارح يعني السيد الوزير اشرف صبحي طبعا في كلمته اكد على يعني اهتمام الوزاره بدخول الالعاب الالكترونيه في المجال الرياضي ومجال الشباب في مصر. واحنا احنا في يلا كوره ان شاء الله الاحد ان شاء الله بدايه من اول ابريل الجاي هيبقى احنا بقى موقع يلا كوره اول موقع رياضي مصري يبقى عنده قسم خاص بالاي سبورتس او الالعاب الالكترونيه على يلا كوره. اي حد بيحب الالعاب الالكترونيه يقدر يتابع قسم خاص كامله لفيديوهات واخبار الالعاب الالكترونيه، وبالتالي احنا وجدنا ان تواجدنا في سبورتكس مهم جدا ان هو بيلبي كل الاهداف بتاعتنا خلال 2019. كريم يعني عايز اتكلم شويه معاك على الدور التسويقي ودور النادي الاهلي. هل كريم سعيد لما عرف ان سبورتكس هتكون النادي الاهلي من ضمن او هو اللي هو الراعي او هو المنظم، هل يعني كريم ما ترددش ثانيه ان هو يطرح الفكره في يلا كوره وان هم يكونوا الشريك الاعلاني اللي موجودين في المؤتمر او الفتره اللي هيكون فيها المعرض من 17 ل 19؟ وشايف ازاي النادي الاهلي وجوده في معرض مهم زي ده ممكن يضيف لي او سبورتكس يضيف للنادي الاهلي؟ بص يا عمر، انا على المستوى الشخصي يعني مؤمن تماما ان اسم النادي الاهلي لما بيتحط على اي شيء بيعمل له اكسبوجر وبيعمل له يعني تسويق كبير جدا جدا. اسم الاهلي اسم كبير قوي طبعا، بنتكلم على طبعا يعني كان براند نيم النادي الاهلي. كنا بنتكلم في مصر لا يقل عن 70 مليون مشجع، فما بالك بالعدد لما نبدا نتكلم على المنطقه العربيه او نتكلم على القاره الافريقيه او حتى لما نتكلم على العالم كله من خلال المشجعين المصريين والمشجعين العرب بيحبوا النادي الاهلي. فبالتالي اي شيء يعني بيبقى عليه اسم الاهلي. وخلينا اقتبس الجمله اللي قالها الكابتن محمود الخطيب من ربنا تعالى، انعم على النادي الاهلي بان هو نعمه. فعلا اسم النادي الاهلي ده نعمه لما بيتحط يعني على الحاجه جنب اي حاجه بينجحها حاجه بالظبط. فبالتالي طبعا احنا في موقع يلا كوره وفي مؤسسه هنا للصحافه والاعلام بكل تاكيد لما عرضنا على ادارتنا الامر اكيد محدش خالص متاخر وخدنا الموافقات كلها. ان احنا طالما النادي الاهلي موجود في المعرض فاحنا لازم نبقى موجودين في المعرض، وان احنا نقدم كل الخدمات الاعلاميه والاعلانيه اللي نقدر نقدمها في المعرض ان شاء الله باذن الله يبقى معرض ناجح حتى عن قبل النسخه. ان هو طبعا مش النسخه بتاع المعرض بس باذن الله احنا كلنا بنسعى ان تبقى النسخه دي نسخه مميزه ونسخه فريده. برضه حسب شفنا امبارح المؤتمر بصراحه كان يعني كان واضح ان هو فيه اهتمام اعلامي كبير جدا 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 بالمعرض في النسخه الحاليه. وان شاء الله انا اعتقد بدخول موضوع الالعاب الالكترونيه في المعرض هيديله شكل مختلف وهيبقى باكوره مصر ان شاء الله
تخش في مجال الالعاب الالكترونيه بشكل اكبر. يعني كريم ما ينفعش تكون موجود معايا على الهواء ما اسالكش عن سؤال سريع جدا جدا خاص بالكوره بقى، رايك وتوقعاتك في الماتش اللي جاي اهلي وزمالك سريعا كده. بص طبعا بنتكلم على واحده من اصعب المباريات بنتكلم فنيا. بصوا طبعا على الورق يا عمر، على الورق عارفين كل الكلام طبعا، انا عارف طبعا الزمالك هو المتصدر تمام يعني فاهم يعني الاهلي، لكن في الوقت الحالي برضه اشوف كيرف النادي الاهلي او السحب بتاعه طالع بشكل مميز جدا من ساعه ما يعني مارتن لاسارتي قدر يمسك الفريق وبدا النهارده يحط ايده على مفاتيح الفريق بشكل اكبر. شفنا اختلاف في قماشه الفريق عن الفريق اللي كان بيلعب النصف الاول من الموسم سواء في الدوري او في دوري ابطال افريقيا. لما بنتكلم عن النادي الاهلي يا عمر انه كان بيعتمد لحد ما بشكل كبير جدا على وجود وليد سليمان، كان وليد سليمان هو الموجود يبقى بالشكل الفريق ليه شكل، وليد سليمان غاب يبقى في مشكله. انا دلوقتي مش حاسس ان النادي الاهلي بيعتمد على لاعب بعينه، بقى النجم الفريق هو الفريق ككل، اسلوب اللعب لاسارتي بيطور في اسلوب الفريق، بيطور في اسلوب ضغطه. شفنا النادي الاهلي بيلعب يعني باسلوب ضغط حلو قوي قوي، من ربما على ارضه بيبقى الشكل ده واضح اكبر، لسه ما زال الفريق خارج ارضه لما بيلعب في افريقيا عنده بعض الامور محتاج يعني ينظمها. طبعا اكيد النادي الاهلي هيتضرر جدا بغياب واحد من افضل من افضل اللاعبين عنده في الوقت الحالي كريم نيدفيد، ولكن انا اشوف يعني ربما المباراه طبعا متكافئه جدا جدا، لكن الفريق اللي هيقدر يحسمها المباراه الجايه هيبقى حظوظه في الدوري نفسيا حتى على الملاقي، هو اكيد مش هيحسم بشكل رسمي ولكن نفسيا هيبقى خد خطوه كبيره جدا 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 تخليه هو الاقرب لحسم البقاء في نهايه الموسم. يعني اللي هيفوز يا كريم المباراه دي بشكل نفسي او بنسبه كبيره ممكن يكون هو اللي هيحسم لقب بطوله الدوري؟ بص وخليني اقول لك انا مش من هواه توقع النتائج وكده، بس خليني اقول لك ان نتيجه التعادل هتبقى صعبة في حدوث المباراة دي هتخلص يعني المباراة دي اهلي او زمالك ممكن يفوزوا، ممكن اي حد من الفريقين يفوز، لكن تعادل انت بتستبعد الموضوع ده. هستبعد التعادل في المباراة دي. طيب يعني هنشوف، واكيد يعني هيكون في حلقة كده هتكون موجود معايا ضيف عشان نتكلم فيها في امور كتير جدا يا كريم، واستمتعت. ربنا يخليك يا كريم، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا استاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع على كورة.com وكلام